أما سلمى بفقرتنا الفنية لليوم رح نكون مع صاحب البصمة المميزة بعالم الأفلام السينمائية والروائية المخرج السينمائي السوري طبعا مهند كلثوم اللي شارك مؤخرا في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للسينما بدورته الرابعة والذي أقيم في مدينة قابس بالجمهورية التونسية بالفترة ما بين 20 ل 23 أيار. المهرجان طبعا تنظمه الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة، وبحسب إدارة المهرجان فإن الدورة الرابعة تتميز بتنوع الأفلام الروائية والوثائقية اللي بتطرح مشاكل الواقع البيئي العالمي. رح نحكي بالتفصيل عن هالمشاركة مع المخرج المميز المهند كلثوم. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أول شيء الحمد لله على السلامة. كيف كانت السفرة؟ أول شيء يسعد صباحكم وصباح أكيد جمهور اللي عم بتابعنا. أكيد اليوم أنت وقت ما بدك تكوني بلجنة التحكيم هذا شيء بيكون مميز، أنك عم تشوفي ثقافات أخرى. صحيح. وحكايات أخرى، فأكيد تجربة مميزة. تجربة هي مميزة. الأولى خليني أقول الأولى بمسيرتك أنك تكون بلجنة التحكيم؟ لا هي بعد عدة تجارب ولجان وجودنا بالمهرجان، ولكن أول عضوية بتكون إلي بلجنة التحكيم بهيك نمط من الأفلام أو نوع. يعني اليوم السينما البيئية هي شيء جديد، نخبوي فينا نقول شوي. هلأ مو نخبوي، هي القضايا التي بتطرحها من خلال الأفلام أو العروض هي بتكون موجهة من ناحية البيئة، من ناحية التلوث البيئي، من ناحية الطبيعة، من ناحية قضايا كتير مهمة بتطرح. فكانت هاي تجربة جميلة جدا. سافرنا من خلال 30 فيلم على معظم أنحاء العالم من خلال الأفلام، مشاهدتنا للأفلام وشفنا قضايا كتير جميلة بتتعلق بالبيئة، بالطبيعة، بالكوارث البيئية، بالحلول الإخراجية اللي ارتقى مخرجين أو صناع الأفلام ليواجهوا هاي التحديات الطبيعية والبيئية من خلال وجهة نظرهم وفلسفتهم، لحتى يعطونا مادة سينمائية مميزة وجميلة. أكثر الأفلام مهند يمكن اللي أثرت فيك أو لفتت نظرك بشكل كتير كبير، وكيف كان التقييم؟ هلأ اليوم يعني كونه هو المهرجان يمكن جديد علينا نحن كسوريين، ولكن هو مهرجان شأنه شأن أي مهرجان عالمي بيتطرق لقضية معينة. مثلا اليوم بتقولي مهرجان حقوق الإنسان، اليوم بتقولي مهرجان البيئة، مهرجان السلام، مهرجان السينما ضد الإرهاب. فاليوم الأفلام اللي لفتت نظري هي مواضيع يمكن نحن منشوفها هون ببلدنا عبارة عن تقرير تلفزيوني أو فعالية شبابية لتطرح هذا الموضوع، ولكن اليوم بمهرجان السينما الدولي للسينما البيئية لفت نظري هاي الأفلام اللي عم تسلط قضية على قضية ما، لنقول التلوث البيئي. مثلاً منشوف كتير أفلام أو تقارير عن الأنهار مثلاً، ولكن بهذا المهرجان شفنا على الأنهار كيف أصل الحكاية التلوث، كيف سعي الفرق الشبابية لحتى تحد من هذا التلوث. يعني أو أفلام أخرى لنقول قضية السمك، قضية تلوث البحار، خلينا نقول تلوث الأماكن اللي منعيش فيها. يعني اليوم أنت بالأسواق ودي له نتائج كارثية كمان. تماماً. اليوم بالأسواق أنت مثلاً تفوتي على أي سوق، يعني هو التلوث ليس فقط طبيعي ولكن أحياناً يكون من الإنسان. الأماكن اللي نقول السياحية اللي كيف الناس بتساهم بتلوثها وعدم الحفاظ عليها. فاليوم مواضيع جميلة جدا يعني، وكانت أفلام منافسة. يعني 30 فيلم سافرنا من خلالهم على هاي القضايا، ولكن معظم الأفلام كانت قوية وصناعة
طلعوا من خلينا نقول المطب التلفزيوني، لانه دائما اليوم نحن بنقول انه مطب فيلم تلفزيوني، ولكن لا، كان طرحهم سينمائي وقضيتهم سينمائيه، وبنفس الوقت حاولوا يوصلوا نتائجهم وافكارهم لهذا الموضوع. فكان في افلام من معظم الدول، من فرنسا، من ايطاليا، من بريطانيا، اكيد من الوطن العربي، من العراق، من تونس، ومن سوريا كان في فيلم. ولكن اللي الطرح الجميل واللي نال اعجاب اللجنه وحتى الجمهور هن ثلاث افلام. الفيلم التونسي حصد الواحة الذهبية، جائزة الواحة الذهبية، والفيلم الجزائري حصد الواحة الفضية، والفيلم العراقي حصد الواحة البرونزية. نحن رح نستمر بحديثنا معك أستاذ مهند، ولكن رح نروح نشوف كليب صغير عن مجموعة أعمال ونرجع. إذا نرجع شوي لهي التجربة مهند، شو اللي جبت لنا إياه من تونس ممكن نحن نشتغل عليهم بسوريا بالشام تحديدا؟ مهند، قديه جبت معك أفكار جديدة يمكن من خلال الاطلاع على 30 فيلم يلي هن مانن رقم قليل اليوم؟ اليوم دائما السينما هي اطلاع، مثل ما قلت قبل شوي، السينما هي اطلاع على ثقافات أخرى طبعا، وأفكار شبابية متجددة. فاليوم رجعت من هذا المهرجان محمل بأفكار جميلة جدا. ممكن أنه السينما هي أداة تعبير اليوم، مو فقط أنه إذا نحن بنهتم بالبيئة أو بالطبيعة تكون نشاطاتنا فقط محدودة بفعاليات شبابية تطوعية، يوم نظافة عامة، يوم لا، ممكن أنت تطرحي تكون هي السينما أداة تعبير، ممكن توعية كتير كبيرة تماماً. يعني اليوم لفت نظر بهاي التجربة أنه نحن دائماً هون ببلدنا منكون منوجه رسائلنا عبر خلينا نقول نشاطات فعاليات، أو بيكون مساهم فيها جزء الإعلام ببعض الفواصل أو السكتشات الدرامية للتوعية. ولكن لا، اليوم في عندك أفكار أنت من خلال مثل ممكن ننقل هاي التجربة، نعمل مهرجان سينمائي، فكرة عن براسك يعني تماما. ممكن تعملي مهرجان سينمائي، ممكن يكون أونلاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كونه هلأ هذا الأسلوب الدارج أو الأسلوب اللي بيوصل أفكار بسرعة وأقل تكلفة. وهذا اليوم اللي كان بدي أسألك عنه، يعني بداية حديثك ذكرت نقطتين مهمين. النقطة الأولى أنه شفتوا حلول إخراجية سينمائية لكثير من الأمور يمكن صعب كان سابقاً أنها تنتقل. يعني بنعرف الإنتاجات العالمية بما يخص لما بيحكوا عن كارثة بيئية فهي
بتكلف كتير مكلفة لصناعة استوديو أو ديكور أو استخدام تقنيات حديثة مثل الكروما. نحن لسه ما موجودة عنا هي التقنيات ببلداننا بشكل عام ليكون استوديو كامل كروما ليتم إنتاج فيه فيلم سينمائي. لهيك في كتير أفكار بتنظلم من خلال ترجمتها بالسينما بطريقة ما بتطلع يمكن نفس الدقة قد ما كان الجرافيك قوي بس ما بيطلع. فاليوم قديش شفت هي تجارب ممكن تعطي حلول اليوم لك كمخرج لما بدك تدخل لتحكي عن مشاكل بيئية بحاجة لهي الأفكار؟ اليوم يعني في شيء بيصالحنا اليوم مع تطور التكنولوجيا بصار بخلينا نقول بكاميرات الموبايل بكاميرات هيك فينك تطرح أي قضية وتساويها فيلم سينما. اليوم في نمط جديد خليني أقول هو سينما الموبايل. صحيح. أفلام الموبايل بنعملها مهرجانات بالعالم. فاليوم حتى ضمن هذا المهرجان كان في تجارب شبابية على الهامش خليني أقول صوروا هذه الأحداث والكوارث أو تسليط الضوء على شيء جمالي بخص الطبيعة من خلال موبايلاته. يعني اليوم استطاعوا حتى يوصلوا الرسالة أو الفكرة المتبنية أو الحل الإخراجي أو الطرح التساؤلي أو السؤال مثل ما بنسميها نحن كل واحد كل صانع فيلم بيطرح سؤال من خلال فيلمه. باعتقادي قدروا يوصلوا هالشي ونحن فينا نستغل هذا الشيء ببلدنا من خلال خلينا نقول هالفعاليات الشبابية والتطوعية من المجتمع المدني والأهلي. حتى عنا أفكار كتير حلوة عنا أفكار بس نحن مسلطين هذه الأفكار على شق ثانية. خليني أقول لازم نكون نحن مبادرين اليوم. نحن دائما مثل ما بادرنا بفرق الإغاثة اليوم فينا نبادر كمان بشيء بخص البيئة لأنه أولا وأخيرا هاد بلدنا. اليوم إذا ما اعتنينا بطبيعتنا وبيئتنا أكيد نحن بخطر يعني. فلازم نتنبه هذا الشيء ليس فقط من خلال يوم مثلا اليوم العالمي للبيئة لا لازم نكون على مدار السنة. صحيح. مش بس فقط نعمل اجتماعات وزقفة وكم صورة أو اليوم العالم للتطوع نطلع نلبس كنا فيستات ونطلع ننظف مثلا. هلا هو مو مشكلة هذا له دور بس كمان دور تاني كمان لازم يكون موجود عنا. اليوم بدك تكوني مؤسسة انت بدك تكوني مؤسسة مو فقط يوم بالسنة. اليوم مثلا مظاهر لهيك نحن مهند ما حنتركك رح نتابع شو حتشتغل بهذا المجال وخاصة بمجال السينما حنشوف ان شاء الله افلام كتير مهمة ان شاء الله. ونتمنى مثل ما قلت نشوف شيء بمجال البيئة نسلط ضوء شوي على الخطر يلي ممكن نحن نتعرض له في حال استمرينا بهي الحياة وهذا نمط الحياة. بدي اتمنى لك كل التوفيق مهند ومشكور على وجودك معنا لليوم. كلكم ذوق وشكرا على الاستضافة اللطيفة واكيد ان شاء الله ايامنا كلها بتكون ان شاء الله نجاحات وابداع ونصر اكيد. وضل عم بتمثلنا بكل الدول العربية وغيرها بمهرجانات اكيد ويكون في تميز سوري عم ينتقل من عبركم لكل العالم. سوريا بتستحق أكيد. دائما لازم نكون شباب السوري دائما متواجد بكل المحافل الدولية والمنصات الدولية. شكرا لك. شكرا شكرا.